الليلة هي 27، ليلة مباركة علينا وعليكم جميعا، ربنا يجعلها ليلة هدي وغفران. سأرافقكم أنا أفنان تركر في هذه الساعة المباركة. لدينا 15 سؤال لكم عبر الاتصالات، وثلاث جولات للجمهور في الاستوديو، وثلاثة أسئلة في مواقع التواصل الاجتماعي. أرحب بكم جميعا. وزي ما أقول كل يوم، حاولوا الاتصال بنا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ولا تنسوا البث المباشر على صفحة القناة في فيسبوك، وادخلوا اكتبوا رقم الإجابة الصحيحة، وتقدروا كمان تساعدوا المتصلين وتتفاعلوا معنا. نبدأ بسؤال الفيسبوك لهذه الحلقة، والذي يقول: أين يقع حصن حب؟ هل يقع في محافظة إب أم في جزيرة سقطرى أو محافظة عمران؟ السؤال مرة ثانية: أين يقع حصن حب؟ هل رقم 1 محافظة إب، رقم 2 جزيرة سقطرى، رقم 3 محافظة عمران؟ يا ميت أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا كمان بالمتابعين على الفيسبوك. أبو هاشم الجرهم يقول: السلام عليكم أستاذ أفنان وخواتيم مباركة، إن شاء الله أكون أول الفائزين اليوم. إن شاء الله يا أبو هشام، نتمنى لك ذلك. وأيضا قصي سعيد الحميدي أو الحميدي يبارك لنا ويقول: كل عام وأنتم بخير، مستعجل على العيد، وأنت بألف خير وسلامة وأهلك وأحبابك إن شاء الله. نبدأ نستقبل اتصالاتنا لهذه الليلة، نقول ألو مرحبا، مساء الخير. يا هلا، أهلا وسهلا. الحمد لله سمعنا صوتك، صرنا أحسن. إيش اسمك؟ من أي محافظة تصل لنا؟ مصطفى الجسيم من الساعة. أهلا وسهلا يا مصطفى. مصطفى، كيف استعداداتكم للعيد؟ والله الحمد لله تمام. الحمد لله، يعني اشتريتوا حاجات ولا زي ما أني أقول وزي ما أني أصلا عاملة، يعني العيد عيد العافية، ولا يهمني ملابس ولا شيء غيره. العيد عيد العافية. العافية، اتفقنا إذن. يلا مصطفى، الأرقام بتطلع لك من 1 إلى 15، وأنت أول متصل، فالأرقام كلها متاحة لك. رقم 6 إن شاء الله. رقم 6، يلا. سؤالك يقول يا مصطفى: أين تقع مدينة كتاب؟ هل تقع في محافظة إب أم في محافظة عدن أم في محافظة الجوف؟ محافظة كتاب. مدينة كتاب، مش محافظة كتاب، مدينة كتاب أين تقع؟ هل تقع في محافظة إب أم محافظة عدن أم محافظة الجوف؟ وأنت تقول محافظة إب، نثبت لك الإجابة وهي إجابة صحيحة. ألف مبروك عليك يا مصطفى. الله يسعدكم. من اللي جنبك؟ من اللي فرح لك؟ أنا وأصحابي. سلم عليهم كلهم واحد واحد، وقل لهم أنني منتظرة أسمع أصواتهم فيتصلوا. وهم سلموا عليك، يحاولوا الآن إن شاء الله يقضوا معهم. على عيني وراسي، وأنا مع عيالهم. مستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا، مساء الخير. ألو ألو، أهلا وسهلا. الو الو، يا هلا. أيوة. من معي؟ من معي؟ برهان. محمد صالح. براء. برهان. برهان، اهلا وسهلا فيك يا برهان. انت تسمعني من التلفون ولا من التلفزيون؟ من التلفون، ما عندي شاشه. ما فيش عندك شاشه، وليش صوتي يتكرر؟ يلا برهان، من فين تكلمنا؟ من الضالع. من الضالع، اهلا وسهلا فيك وبكل اهالي الضالع. يلا اختار الرقم اللي تشتي، كل الأرقام متاحة ما عدا رقم 6. ما عندي شاشة. وأنا قلت لك إيش الأرقام المتاحة؟ ما عندي شاشة، لكن أختار رقم 2. رقم إيش؟ ما عندي شاشة. طيب أنا قلت لك معك من 1 إلى 15 ما عدا رقم 6. أختار أنا رقم 2. رقم 2 لبرهان، يلا. سؤالك يقول يا برهان، ركز معي لأنه ما فيش معك شاشة، سؤالك سهل جدا. سؤالك يقول: من الأحجار الكريمة المشهورة والمتواجدة بكثرة في اليمن حتى نصدرها لبرا، هل هي الذهب أم الياقوت أم العقيق؟
العقيق. العقيق، ونثبت له رقم 3 وعرف مباشرة، وهي إجابة صحيحة. وهل في أحلى من العقيق اليماني؟ ألف مبروك عليك يا برهان، ربحت معنا 50,000 ريال. إيه إبراهيم يا برهان، ألف مبروك عليك. أول مالك فيك. كيف؟ الله يبارك فيك. يلا الله معك. الله معك يا برهان. وناخذ هذا الاتصال الثاني كمان أو الثالث. مرحبا. مساء الخير. وعليكم السلام والرحمة، يا هلا. من معي؟ معي. اسمك مرة ثانية والمحافظة اللي اتصلي منها. خولة من صنعاء. خولة من صنعاء. أيوة. أهلا وسهلا يا خولة، ما شاء الله الاتصالات من صنعاء اليوم بركة. كيف الجو عندكم اليوم؟ ما؟ كيف الجو عندكم؟ حلو. مش حامي؟ بدأ الحمى قالوا لي. يلا كيف صنعاء مش حمى؟ يلا تمام خولة، معك الأرقام من 1 إلى 15، اختاري أي رقم تشتري ما عدا 2 و6. بدأت آخر السنين هذه استوت كهر. رقم؟ 7. يلا 7. سؤالك يقول يا خولة، ركزي معايا، أمامك شاشة ولا لا؟ أيوة معي. يلا يعني أنت قرأيها وأني بقرأ لك كمان. أحد أبرز الضباط الأحرار في ثورة سبتمبر استشهد في مأرب أثناء معارك الدفاع عن الثورة، هل هو أحمد الأشول، علي عبد المغني، أم عبد الله جزيلان؟ يمكن يساعدنا الجمهور. طبعاً هو أول شهيد فيها من قيادات الثورة. الجمهور يحاول يساعدك. وشاهد قبره أيضاً في صرواح. رقم؟ رقم 2. رقم 2 علي عبد المغني، وهي إجابة صحيحة يا خولة. ألف مبروك عليك يا خولة. يا خولة إيش رأيك تشكري وتعايد الجمهور اللي جاوب بدالك؟ طبقت. زعلانين منك يا خولة، عرفي هذه كلمتي، زعلانين منك يا خولة والجمهور زعلان منك. فصل ما طبقت على ذمتك. ألو. طيب ألو مرحبا، مساء الخير. أهلين. ها نعم. اسمك والمحافظة اللي اتصل منها. اسمي سابق أحمد ناصر سعيد موسمي. لو سمعت الاسم انه يعطوني 50,000 ريال الآن. اسمك مرة ثانية ولكن تكلم بوضوح. اسمي صقر. أهلا وسهلا يا صقر، فين تكلمنا؟ أحمد ناصر سعيد الموسمي. على عيني وراسي، أنت وأجدادك كلهم. من فين تكلمنا؟ أهلا وسهلا فيك وبكل أهالي إب. يلا الأرقام أمامك، اختار الرقم اللي تشتيه. اختار رقم. رقم؟ رقم 3. رقم 3 يا صقر، يعني الشاشة أمامك صح؟ أيوة. ممتاز، عشان لو احتجت مساعدة من الجمهور يساعدوك. سؤالك يقول ماذا كانت عاصمة السلطنة القعيطية؟ هل زبيد؟ ماذا كانت عاصمة السلطنة القعيطية؟ هل زبيد أم المكلا أم حريب؟ كان لها اسم آخر، هي سلطنة الشحر واحدة من هذولا. قد جاوبت يعني بمساعدة يا صقر. نعم. شايف ايش يسووا لك الشباب، ايش يأشروا لك؟ رقم 2. رقم 2. رقم 2 سلطنة القعيطية، سلطنة الشحر والمكلا، وهي إجابة صحيحة. ألف مبروك عليك يا صقر. يا صقر طالما خولة هربت ما شكرتش الجمهور، ايش رايك تشكر الجمهور وتعايد عليهم؟ شكرا 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 لهم جميعا. شكرا لكم، يعطيكم الف عافية. ونستقبل كمان هذا الاتصال، نقول الو مرحبا. الو. اهلا وسهلا يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، خواتم مباركة علينا وعليكم ان شاء الله.
اسمك والمحافظة اللي اتصلي منها؟ أم علي من محافظة عدن. أهلا وسهلا فيك يا أم علي. علي كم عمره؟ علي عمره 7 سنوات. يخليه لك ما شاء الله. آمين. بهذا العمر يكونوا أشقياء لكن الله يعين. الله يعيننا. الله يعين الجميع. يلا أم علي معك الأرقام أمامك، اختاري الرقم اللي تشتري. فنان طبعاً طافي الكهرباء، ما في عندي شاشة. تمام، أنا بقول لك الأرقام الموجودة وأنت ركزي معايا. 1-4-5-8-9-10-11-12-13-14-15 عشان واحد. علي قرأتهم كلهم. رقم واحد. رقم واحد، يلا. لا ما حذرتش. سؤالك يقول: أحد أهم الملوك اليمنيين قبل الإسلام، هل هو أسعد الكامل أم علي بن محمد الصليحي أم عمر بن رسول؟ مساعدة الجمهور، الجمهور إيش يقول؟ طيب كان لقبه ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت، يعني أحاول أقرب لك، هل هو أسعد الكامل ولا علي بن محمد الصليحي ولا عمر بن رسول؟ عمر بن رسول. مساعدة الجمهور. لحظة، أنت لو قدرتي تسمعيهم أخذت المساعدة، ما قدرتيش تسمعيهم ما أقدرش أساعد. قالت إيش؟ السؤال مرة أخرى أستاذة فنان. إيش اخترتي أنت؟ أنا اخترت السؤال رقم واحد، إن شاء الله الإجابة رقم واحد. رقم واحد، السؤال رقم واحد والإجابة رقم واحد وهي إجابة صحيحة. شكراً للجمهور، شكراً لك أستاذة فنان. وصفقوا لك عشان المنطق حقك، ولو إنه عجيبة قالي، لكن ألف مبروك عليك يا أم علي. ربحتي معنا 50,000 ريال. راحت أم علي. الله معك يا أم علي ونستقبل هذا الاتصال أيضا. ألو مرحبا. ألو مرحبا، مساء الخير. مساء الخير. ألو، حتى المصور ضحك علينا. ألو. ألو. اهلا وسهلا، فين كنت من اول اقول الو الو ما جاوبتش؟ ايش اسمك؟ موجود وديع. وديع اهلا وسهلا، وديع اسمك ولا اسم ابوك؟ اسمي وديع ناصر الشامي. اهلا وسهلا فيك يا وديع، شكلك مش متحمس للمشاركة، ليش؟ والله متحمس من اول رمضان وانا بتصل ما امسكش معي الخط. يلا حمستني معك، يلا من فين تتصل لنا؟ من محافظة الضالة. أهلا وسهلا فيك، الأرقام أمامك في الشاشة، اختار الرقم اللي تشتيه. رقم 8. رقم 8، يلا. 8. مبروك. أنا مراعية الجمهور يصفق قبل ما أقول، ألف مبروك يا وديع، ربحت معنا 50,000 ريال من غير أي سؤال. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. مبروك عليك. الله معك. الله مع السلامة. مع السلامة. ناخذ هذا الاتصال كمان. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. ألو. خواتم مباركة. خواتم مباركة. علينا وعليكم إن شاء الله، بس أنا سبق لك. شكرا لك. اسمك والمحافظة اللي تتصل منه؟ يعجبني نظامي. محمد من طلعة. أهلا وسهلا يا محمد. محمد كيف حالك؟ كيف حالك؟ والله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يلا الأرقام أمامك في الشاشة، اختار الرقم اللي تشتيه. رقم 5. رقم 5 والشاشة أمامك. مرة ثانية يزعلوا من دي الجهة، يطنشوها رغم أنه في بخير. يلا سؤالك يقول: ما اسم المعاهدة التي تم ترسيم الحدود فيها مع السعودية؟ طبعا تمت في 2000، تماما في 2000 ميلادي، هل هي المبادرة الخليجية أو معاهدة الطائف أو معاهدة جدة؟ لا لا تودفش. تمت في 2000 في 12 يونيو 2000 بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية لترسيم الحدود النهائية.
ما هو السؤال ما هو؟ أوه لا 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 بعيد لك السؤال، ما اسم المعاهدة التي تم ترسيم الحدود فيها مع السعودية بين اليمن الجمهورية اليمنية والسعودية؟ هل هي المبادرة الخليجية أو معاهدة الطائف أو معاهدة جدة؟ رقم ثلاثة. رقم ثلاثة نثبت لك، وهي معاهدة جدة. إجابة صحيحة، ألف مبروك عليك، ربحت معنا 50,000 ريال. الله يبارك فيكم، شكرا. الله معك، ونروح فاصل قصير ونرجع. الله معك. حيث الإنسان في موسمه الخامس، جوائز قيمة بواقع 1.5 مليون ريال يومياً لأول مرة، 3 جوائز أسبوعياً لمستخدمي لغة الإشارة، 1,000,000 ريال أسبوعياً لأفضل مشروع من المواسم السابقة عبر تصويتكم. تابعونا وشاركوا معنا عبر الاتصال المباشر ومن خلال منصاتنا على يوتيوب وعلى فيسبوك. يومياً في رمضان حيث الإنسان يأتيكم على شاشة بلقيس عند 9:00 مساء. مكانهم يراهنوني على انه واحد منهم يشتغل والثاني ما يشتغلش. المهم اهلا وسهلا فيكم جددا مشاهدينا، بنروح لفقره الجمهور في الاستوديو والقرعه. اتمنى تطلع وتروح لعند الجهه اللي قلت ما تشتغلش وتطلع. يلا اوه يلا. و اي اهلا وسهلا فيكم، كان نفسي تطلع انت وتقرب. بطلع اتمنى. يلا اهلا وسهلا فيكم. اهلا والله. عرفني عنك. دياب حميد علي قائد. مره ثانيه اسمك؟ دياب حميد علي قائد. دياب. اي نعم. اهلا وسهلا فيك يا دياب. اهلا وسهلا فيك. انت طالب ولا موظف ولا؟ لا عمل حاليا. شباب في الاستوديو شباب. عمل عمل حاليا ان شاء الله. تعمل ان شاء الله. موفق ان شاء الله. جميل ان شاء الله. دياب و يوسف الحميري. اهلا وسهلا يا يوسف. الله يعيشك. انت طالب ولا؟ ايوه طالب. ايش تدرس؟ بتخرج بعد العيد ان شاء الله من المدرسه. ثانوية. أيه. موفق ان شاء الله. بعدين بعد الثانويه؟ والله عدنا ما حددت. ليش؟ ان شاء الله نحدد قريب. تعرف انك متاخر جدا على التحديد. ايوه المفروض تكون قد قررت. ان شاء الله ما يسبب لك توتر هذا الموضوع ابدا. لا تقولش كذا في الشاشه. على الله بحل. لا تقولش كذا في الشاشه. طيب ما لا تقول حاجه ثانيه. خلاص حددي لي انت. تمام بعدين نتفق اذا مع بعض. ما بحددكش بس بنشوف ايش بيطلع انت فيه. طيب اهلا وسهلا فيكم دياب ويوسف. السؤال الاول يقول، اول شيء يطلع السؤال الاول. انا خليه يقرب عادي. قرب بس شغال. يلا السؤال الأول يقول، أكمل الفراغ اللي ما يربوه أهله يربوها الناس. يربوها الناس. النقطة لك يا يوسف. عتمة هي محمية طبيعية تقع في محافظة دمار. دمار. اسم مجرة مجموعتنا الشمسية تبانة. مالك يا ذياب مستعجل ومستعجل. مستعجل. درب التبانة إجابة صحيحة. تفضل. يقال العدوان الثلاثي على مصر، ما هي دول العدوان هذا؟ فرنسا وبريطانيا واسرائيل. إجابة صحيحة. دولتان لديهما حدود برية مع اليمن. السعودية وعمان. وعمان. وعمان إجابة صحيحة يا ذياب، لكنك معوض هذه المرة. إن شاء الله. والجائزة راحت ليوسف. فاز معنا بالمعدلات. شكرا لك. الله يبارك فيك. لا تنسى نحدد تخصصك ان شاء الله بعد ان شاء الله. موفق ان شاء الله. نروح فاصل قصير ونرجع. نرجع نسمع أصواتكم ونستقبل هذا الاتصال. يا هلا. هلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. أهلا وسهلا.
كيف حالك؟ الحمد لله سمعت صوتك صرت أحسن بكثير. أنت كيف حالك؟ الحمد لله تمام. مين اللي جنبك؟ بنتك. بنتك يخليها لك، كم عمره؟ 4 سنين. ما شاء الله عليها. طيب اسمك والمحافظة اللي اتصلي منها؟ أم محمد. أم محمد المحافظة؟ من عزل. أهلا وسهلا فيك يا أم محمد، الأرقام أمامك، اختاري رقم اللي تشتي. رقم 5. رقم 5 قد أخذوه، ما في الشاشة أمامك. أم محمد؟ ألو؟ رقم 12. رقم 12، ركزي معانا وخلي بنتك على جنب الآن، بس خطة تتصل وجالسة تلعب. 12 يلا. والله ريحتي نفسك. ألف مبروك عليك يا أم محمد، ربحتي معانا 50,000 ريال من غير أي سؤال. ريحتي نفسك كثير. يلا قولي حاجة لخالة أفنان، سمعت. خليها تتكلم معنا. أنا أشكرك. طيب شكرا لك يا أم محمد، وبوسينا بنتك في راسه. الله معك. ألا مرحبا. الله يحفظك. أهلين. يلا معك. ولا أسمع شيء طبعا. هذا الاتصال الأول ولا اتصال جديد؟ ها أوكي مش مشكلة، إذا نأخذ اتصال آخر. هذا الاتصال اللي كان موجود فصل مع الأسف. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا. من معي؟ ناصر عبد الله. أهلا وسهلا يا ناصر، فين تكلمنا؟ محافظة عدن. من عدن؟ أيوة. صوتك كأنك واثق أنك بتوصل للحلقة وكمان بتجاوب. لا شيخ اليا يعني بداية رمضان. بتتصل بداية رمضان، طيب وصلت بالنهاية، في ناس غيرك ما وصلوش عادهم. طيب اهلا وسهلا فيك، اعطيك الارقام الان في الشاشه، اختار الرقم اللي تشتيه. نصر. اهلا وسهلا فيك يا نصر. حياكم الله. يلا الان بتختار الرقم. 10. رقم 10. 10. يلا نشوف سؤالك ايش يقول. ان شاء الله خير. اكيد تعرف هذه الاغنيه. الاغنيه تقول نشوان لا تفجعك خساسة الحنشان. أيوة. من صاحب هذه الغنية؟ من غناها؟ أيوة. بلقيس أم أيوب طارش أم محمد مرشد ناجي؟ محمد مرشد ناجي، وهي إجابة صحيحة. طيب يا نصر، أني قبل ما أكمل الخيارات أنت عرفت الإجابة مباشرة، يعني تعرف الغنية صح؟ معروف الغنية نشوان لا تفجعك رصاصة الحنشان. أيوة حق محمد مرشد ناجي والدكتور سلطان سليمي كمان الدكتور. أنا كنت برعاية تكمل لي بقية الأبيات ولو تلحنها بيكون حلو. مع اللحن ولا بدون؟ مع اللحن طبيعي. مرة ثانية. لا طيب بدون لحن؟ بدون لحن؟ أشواني لا تبقى رصاصة الحنشان، لا تبكي على باكة ولا تبكي على ما كان. أغنيات طبعا ايوه فيها لمسه سياسيه كمان، لو واحد يقراها من ناحيه اخرى. مرشد ناجي يتميز بالغناء السياسي فعلا، وهذا الذي كنت اقوله. الف مبروك عليك يا نصر، ربحت معنا 50,000 ريال عن جدارة. الله يبارك فيك. الله معك، ونستقبل هذا الاتصال كمان، المتصل العارف. الو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، اهلا وسهلا. مقابل مبارك، اقول لهم انتم بخير. علينا وعليكم ان شاء الله، وكل عام وانت واحبابك كمان بخير وعافيه وسلام. اسمك والمحافظه اللي اتصل منها؟ اهلا وسهلا. محافظه صنعاء. اهلا وسهلا، واسمك؟ محافظه صنعاء محفوظ عبد الله حسين. محفوظ. محبوب. لا محبوب عبد الله حسين. محبوب، اهلا وسهلا فيك يا محبوب، هذه اول مره تتصل لنا ولا لا؟ ايوه ايوه. قد اتصل لنا من قبل محبوب، كنت احسبه اسم نادر بس يبدو انه موجود يعني في اليمن. اهلا وسهلا فيك يا محبوب، والارقام امامك بتطلع الان في الشاشه، اختار الرقم اللي تشتيه. 30 يعني رقم 4 ان شاء الله.
يلا الشاشة أمامك يعني. أيوه. يلا أربعة. أيوه. أيوه. سؤالك يقول: قطاع نفطي مهم يقع في محافظة حضرموت، هل هو قطاع صافر أو قطاع المسيلة أو قطاع بالحاف؟ القطاع 14 يعني رقم 2. رقم 2 رقم 2 بعد الجمهور يعني صح؟ الحمد لله. شكرا لهم. شكرا شكرا لكم. شكرا يا شباب، ونشوف إذا كانت إجابة صحيحة، وهي إجابة صحيحة. ألف ألف مبروك عليك، ربحت معنا 50,000 ريال. ألف مبروك عليك. طيب يلا الله معك، نروح فاصل قصير ونرجع لكم. ذات تاريخية حية عن ماضي اليمني وحاضره، أسرار تروى لأول مرة بلسان أشخاص عاشوا الأحداث وكانوا جزءاً منها. برنامج الشاهد، تفاصيل تظهر للعلن لأول مرة عن أبرز الأحداث التي عاشها اليمنيون وصراع النخب السياسية شمالاً وجنوباً. عقود من الصراعات والانقلابات الدامية التي شهدتها اليمن بأكثر من نصف قرن، شهادات موثقة وتجارب ملهمة عاشتها شخصيات الجزء الثالث من برنامج الشاهد، الذي يحاول أن يقدم توثيقاً للذاكرة اليمنية، يأتيكم يومياً خلال شهر رمضان المبارك في الأوقات التالية. نروح للجولة الثانية في القرعة والشباب في الاستوديو. إيش؟ تتعزموا؟ تخاف من هذاك من صدقك؟ لا تخاف منه. أوه. يلا بنشوف. وإذا فزت هو الآن يقول لي طبعاً برا على الميكروفون يقول لي إنه هذا مش شغال، فإذا فاز أنا أقترح عليه 50 دولار لي و 50 دولار لا مو لك. لا أنت تحديت مين؟ لا هذا خربان، أنت مشكلتك أنت تحديتني. أنا أنت تحديتني. أنا تابعت تقريباً ثلاث حلقات لك، كل اللي يوقف هنا يصيح يقول هذا مو شغال. يلا بنشوف. يلا إن شاء الله بنشوف. مش ممكن أصلاً يعني أنا بختار اللي أشتي. فاز من خلاص. تمام خلاص اشقلك لك. لحظه قول مره ثانيه في الكاميرا. قول ايش اقول؟ قول اذا اشقل. اذا فزت. لا 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 ايش قال هو الان؟ هو يقول انه شغال، انه فاز فيه. صحيح. ما اعرف. روح شوف الحلقه حقه وروح شوف بقيه الحلقات. تمام صدق لك دحين. يلا طبعا بتصدقني في الاستوديو حقي وبصدقني طبعا. يلا عرفني عليك. يلا عرفني عليك. خلينا نتعرف عليك. عبد الرحمن الضيفي. اهلا وسهلا يا عبد الرحمن. طالب ولا موظف ولا ايش؟ اشتغل في السياحة. تشتغل. موفق إن شاء الله. عبد الرحمن و نزار الصعدي. أهلا وسهلا يا نزار. إيش؟ الصعدي. أيوة أهلا وسهلا. تدرس ولا طالب. إيش تعمل؟ ونسحب كذا شوية. لغة. تحضر لغة سنة أولى. تحضير يعني تحضيري قبل السنة. إيش بتدرس؟ تركي. بعدين إن شاء الله إن شاء الله. موفق يا نزار. إذن اسمك مرة ثانية؟ عبد الرحمن الضيف. عبد الرحمن ونزار. سجلتم؟ يلا السؤال الأول يقول: أكمل الفراغ يا معزية بعد شهرين؟ يا مجددة كل الأحزان. يا مجددة كل الأحزان. يا مجددة كل الأحزان. إجابة صحيحة. نبي الله. طيب ليش ما ضغطتش وحاولت حتى كنت تحاول عشان تثبت أن كلامي غلط؟ خلاص لا حاول. نبي الله شعيب بعث إلى قوم. طيب ضغط حتى لو غلط عشان تثبت أن كلامي غلط. مش معطل. هو يتأخر بس هو مش معطل. طيب جاوبه. طبعا ما بتجاوب. تمام أنا بجاوب. النقطة بتروح لصاحبك. مدين. ماذا يسمى صوت النار؟ شبيب. شبيب. إجابة غلط. زفير. والنقطة تروح لعبد الرحمن. السؤال الثالث يقول: مالك شركة أمازون هو؟ جبنا لكم حاجة من أيامكم.
لا لا هذاك تويتر. 5 4 3 2 1 جيف بيزوس. طبعا النقطة لي. ما هذا صار لي. ماذا يسمى بيت الأسد؟ عرين. عرين إجابة صحيحة. و سبحان الله 50-50. ايوه وبعد ذلك اشتغل. احنا مسدين لهم من زمان. 50 الف مبروك عليكم الاثنين ربحتوا التعادل. الف مبروك عليكم. تفضلوا. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. وأني أقول لهم كل يوم لا تشككوا في مصداقية أجهزتي ويشككوا وبعدين نرجع الموقف محرج لهم صح؟ صحيح. طيب نرجع للاتصالات ونقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. الله يحييك. أهلا وسهلا. من معي؟ معكم محمود أحمد الحداد. اسمك محمود؟ أيوة. أهلا وسهلا يا محمود. ومن فين تكلمنا؟ من حجة. أهلا وسهلا فيكم بكل أهالي حجة. معك الأرقام في الشاشة واختار الرقم اللي تشتيه. الرقم 10. رقم 10 قد أخذوه صح؟ أخذوه. ما في الشاشة أمامك يا محمود؟ لا ما في الشاشة أمامنا. ما في المساعدة منكم. عادي مش مشكلة. أنا بقول لك الأرقام بس كذا أكثر من كذا ما أقدرش أساعد. بقول لك إيش الأرقام؟ 15 14 13 11 و 9. اللي ساعد هو الجمهور اللي هنا. ايش الريلة؟ 13. يلا 15 ولا 13؟ سؤالك يقول أحد أشهر الفلاسفة اليونانيين أرسطو، ابن سينا أو ابن رشد؟ قد واضح من الإجابة أنني قلت يوناني، فيلسوف يوناني. نرجو المساعدة لو سمحتي. ما فيش عندي شاشة. ما فيش عندك شاشة؟ طيب أني أقرأ لك السؤال. شوف أنا بقول لك ركز معايا. أنا بعطيك لحظة يا شباب، أنا بعطيك الأسماء مرة ثانية وأني أقول لك يوناني يعني مش عربي، يعني تختار اسم مش عربي. أكثر من كده أساعد؟ بعطيك الخيارات مرة ثانية. هل هو أرسطو أو ابن سينا أو ابن رشد؟ فين الاسم الأجنبي بينهم؟ إن شاء الله رقم 1 ونطلب المساعدة. رقم 1 وهي إجابة صحيحة. ألف مبروك عليك يا محمود، ربحت معنا 50,000 ريال. مبروك عليك. مع السلامة. مع السلامة. كل سنة وأنت طيب كمان. وأنتم أفضل. أهلا وسهلا فيك. أشوف كمان الشباب في الفيسبوك يجاوبوا إجابات ممتازة وملتزمين كمان بالرقم إلى بعض الأشخاص. اللي يكتب كمان الإجابة باليقع حصن حب بالمبنى يعني إلى 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 حب ما تدخلش في القرعة خالص. هنا شكرا قناة بلقيس تعرض لنا أفضل البرامج التي تفيدنا بالمعلومات الثقافية. والشكر أيضا لطاقم برنامج ليالي بلقيس. يشكروكم يا طاقم ليالي بلقيس، تستاهلوا ألف شكر. من منتج ومعد واتصالات وكل شيء وكنترول أيضا. نرجع للاتصالات كمان. أنا أروح هناك وأنسى نفسي. ألا مرحبا. أيوة. ألا مرحبا. أهلا وسهلا. أيوة معكم. أهلا وسهلا. من معي؟ صلاح الدين غانم. اسمك صلاح الدين ولا الاسم الوسط صلاح الدين؟ صلاح الدين غانم. أهلا وسهلا يا صلاح الدين. من فين تكلمنا؟ من صنعاء. أهلا وسهلا فيك. بإيش تستعدوا للعيد يا صلاح؟ كيف تستعدوا للعيد؟ الله يسمعك. صوت واضح تمام. صوتي مش واضح. سألتك عن العيد كيف
طيب اختار من بين الأرقام الموجودة في الشاشة. تسعة. رقم؟ تسعة. سؤالي ما سمعتوش. ها؟ يلا نشوف سؤالك يقول تسعة. زعيم وطني ليبي اشتهر بمقاومة الاحتلال الإيطالي لبلده، هل هو مالك بن نبي أو عمر المختار أو حسن الترابي؟ هذه واضحة. رقم اثنين. رقم اثنين وهي إجابة صحيحة يا صلاح الدين. ألف مبروك عليك، ربحت معنا 50,000 ريال. الله يبارك فيك. طيب يا صلاح الدين رحت؟ تسمعني الآن تمام؟ معك والله في دقة. طيب أنا سألتك على العيد. أيوة. كيف تستعدوا له؟ لا فرحة الأيام يعني، فرحة الأيام يعني وخلاص. تمام. وإحنا كمان ما سمعناكش هذه المرة، أنت ما سمعتناش 30 مرة، نحن ما سمعناكش هذه المرة. تمام، عيدك سعيد، كل عام وأنت بألف خير وسلامة يا صلاح الدين. شكرا لك. من اللي قالها؟ الو مرحبا. انا اقول لا تقولوا لي ايوه ولا ها، قولوا الو. الو مرحبا. الو ايوه معك. ايوه الو مساء الخير. مساء الخير. وعليكم السلام والرحمه، يا هلا. من معي؟ معك قايد. طالب. قايد. قايد. قايد، أهلا وسهلا يا قايد، من فين تكلمنا؟ من حرس حجة. ليش صوتك واطي كذا؟ ارفع صوتك. الشبكة ضعيفة بس. أيوة صوتك لازم يكون عالي، أنا عارفة إن الشبكة ضعيفة. يلا قايد. معك. معك شاشة أمامك. أنا بقول لك كم باقي أرقام. معك 11 و14 و15. 11. يلا. سؤالك يقول يا قائد، نقيل يقع بين ذمار وصنعاء. الجمهور قد جاوب، هل هو نقيل سمارة أو نقيل يسلح؟ أو نقيل ماوية؟ أعيد السؤال. النقيل الذي يقع بين ذمار وصنعاء، هل هو نقيل سمارة أو نقيل يسلح أو نقيل ماوية؟ رقم اثنين وهي إجابة صحيحة. ألف مبروك عليك يا قايد، ربحت معنا 50,000 ريال، ولو أنه كان صوتك مرة بعيد، مرة ضعيف صوتك، مع ذلك قدرت تربح 50,000 ريال. وشكرا لك كمان. الله معك. نستقبل هذا الاتصال كمان. الله مرحبا. ألو مرحبا، في اتصال؟ في اتصال؟ أوكي، على بال ما يجهز الاتصال مش مشكلة. شوف أصحابنا في الفيسبوك، المتابعين في الفيسبوك، عيد مبارك مقدما كمان. عبد الله غالب، مرشد القهالي، عيدكم مبارك مقدما جميعا، يعني يشملكم أنتم كمان. حبوبين والله، صح اللي في الفيسبوك. حتى إذا لم أطلع، ولكن نقول من القلب ألف ألف شكر لقناة بلقيس وللأخت أفنان تركر ولكل طاقم البرنامج، والشكر لك أيضا يا أبو هيمان هايم. خلينا نسمع صوتك، اتصل نسمعك. نبيل الحدى، شكرا لك. كمان جاوبوا، يعني تشكروا القناة وجاوبوا، حطوا الإجابة وسط الشكر، يمكن تطلعوا أنتوا الفائزين. والشكر لقناة بلقيس وطاقمها الفني لما تقدمون من برامج الهادفة. الإجابة هي رقم ما بقولش، هذا بلال الفقيه، شكرا لك أيضا. وكل عام وانت بألف خير وسعادة دائمة على الدين
الهادي. اليوم بجلس أقرأ تعليقاتكم شوية. أبو خالد يقول من نجاح للنجاح أنتم رمز الفخامة والتألق، شكرا لك، ورمز التميز والرقي، شكرا لك، برنامج جميل جدا. منكم وإليكم هذا البرنامج، مثل ما هي قناة بلقيس، منكم وإليكم. وفاء الشامي عيدك مبارك مقدما يا أفنان، وعيدك وأيامك كلها مباركة يا وفاء، شكرا لطاقم لكل طاقم البرنامج، صح دائما نشكر جهودهم ليست قليلة. يلا نستقبل اتصالات يا شباب. طيب أروح للقرعة، معنا قرعتين لسؤال الأمس أو لحلقة الأمس، سؤالين في واحد في اليوتيوب وواحد في الانستغرام، نشوف من الفائزين. الفائز في سؤال يوتيوب لحلقة الأمس هو مصطفى العمري، ألف مبروك عليك يا مصطفى، ربحت معنا 50,000 ريال. شو صفقوله صفقوله. والفائز في سؤال الانستغرام هو صاحب الحساب الموجود على الشاشة، ألف ألف مبروك عليك كمان، ربحت معنا 50,000 ريال. طيب تبقت معنا لهذه الحلقة قرعة سؤال الفيسبوك والبث المباشر، ونشوف من الفائز. قبل ما نشوف الفائز، السؤال كان يقول أين يقع حصن حب؟ هو هل في محافظة إب أو جزيرة سقطرى أو محافظة عمران؟ الإجابة بالطبع محافظة إب، ونشوف الفائز معنا لهذه الحلقة. الفائز معنا في البث المباشر على الفيسبوك هو عارف العمودي، ألف مبروك عليك يا عارف، ربحت معنا 50,000 ريال. نرجع على الاتصالات اليوم ونسمع صوت المتصل الآن، نقول ألو. مساء الخير. وعليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا، من معي؟ إبراهيم محمد حسن جنان. اسمك الأول مرة ثانية؟ إبراهيم محمد إبراهيم جنان. أهلا وسهلا فيك يا إبراهيم. إبراهيم فين تكلمنا؟ من حجة. أهلا وسهلا فيك، الأرقام أمامك، اختار الرقم اللي تشتيه يا إبراهيم. كم باقي معنا؟ ما بك عندي شاكة، ما بك معنا 14 و15. يلا سؤالك يا إبراهيم يقول من صاحب أغنية الحب عياني؟ هل هو أحمد السنيدار أم أصيل أبو بكر أم فؤاد الكبسي؟ فؤاد الكبسي. ما خلي نفسي ما سمعت إجابتك. الحب عياني. مساعدة. يحاولوا يساعدوك الجمهور، لو عرفوا يساعدوك يساعدوك. أنت لو كنت تشوف الشاشة، لو كنت أمام الشاشة كنت بتشوفهم. أول ما بسمح الشاشة. طيب الآن اسمعهم، والله إنهم جالسين يحاولوا يسمعوا. طيب هات سيارات، أجي سيارات. كيف؟ طيب أنا بقول لك، طيب طالما أنت ما سمعتهمش، أنا بقول لك الخيارات أحمد السنيدار، أصيل أبو بكر، ومش فؤاد الكبسي. أصيل أبو بكر. خيارات أحمد السنيدار. طيب أعيد لك الخيارات. عيديها. أحمد السنيدار ولا أصيل أبو بكر؟ أحمد السنيدار. أحمد السنيدار. يا إبراهيم قد شفت أحد يساعد كذا، قد مريت على الإجابات كلها وإحنا خلينا نفسنا مش سامعين، شفت حاجة زي كذا؟ لا ما عندنا شاشة، ولكن ساعدناك إحنا أكثر مما ممكن نساعد، يعني جاوبنا بدالك. طيب ألف مبروك عليك، ألف مبروك عليك يا إبراهيم، الله معك، وزع له كمان.
طيب ناخذ هذا الاتصال الاخير واخر محظوظ واخر متصل معنا الليله او متصله. الو مرحبا، قد عند الكريمي. الو مرحبا. اهلا وسهلا. يا هلا. من مره ثانيه اسمك؟ اسمك مره ثانيه؟ أم عبد الله. أهلا وسهلا. يا أم عبد الله صوتك بعيد، خلي صوتك مرتفع عشان نتفاهم معاكي. الآن معنا بس رقم 14. وهو اللي بنفتحه لك، تمام؟ موافقة؟ تمام. يلا. تمام. أصلا ما فيش خيار غيره، نوافق أنا وأنتي، وألف مبروك عليك. مفاجأة اليوم، حتى هذا لي مفاجأة بصراحة. ألف مبروك، ألف مبروك عليك يا أم عبد الله، ربحتي معنا 50,000 ريال من غير أي سؤال. شكرا. وشكرا لك كمان. الله معك. الله معك. نروح فاصل قصير جدا ونرجع لكم. الجمهور ينتظر فقرته، وهذه الفقرة الأخيرة مع الجمهور والقرعة الأخيرة. من حاسس إنه بيطلع؟ دي ما حد حاسس؟ فين البطاقة حقك؟ واسي يلا يلا، تعال تعال خلينا نتعرف عليك. أهلا وسهلا. المايك ايش ما تشيش تطلع؟ عندنا اول يوم. ايوه قرب معنا اول يوم. حظك حلو طلعت معنا اول يوم. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ احمد عادل. لا تخبطش المايك وارفعه كذا. احمد عادل. اهلا وسهلا يا احمد. اهلا فيك. ايش تدرس؟ والله ثانويه. ثانويه سنه؟ أيوه. كم؟ اول ثانوي. اول ثانوي. أيوه. عنك بدري. ايوه. مخطط لبعد الثانويه ولا لا؟ في ما في بعد. عندك خطه يعني؟ عاده. عاده؟ ايوه. اسرع ما فيش وقت. ان شاء الله. بعدين بتلاقي نفسك قدك في الواقع. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك يا احمد. منير العدلة. اهلا وسهلا فيك يا منير. سنة ثانية هندسة حاسوب. هندسة. موفق ان شاء الله، شكلك صغير برضه. سبحان الله. اهلا وسهلا فيك يا منير. اسمك مرة ثانية؟ احمد عادل. احمد ومنير. سجلتهم؟ نبدأ. السؤال الأول يقول أحمد ومنير يصوم ويفطر على على بصلة. H2O هو رمز الماء. إجابة صحيحة. البرياني طبق أصله إيش السؤال؟ البرياني ماله؟ هندي. إجابة صحيحة. وبعدين إحنا طورناه في عدن، عملناه زربيان. طيب محمية برع إيش السؤال؟ هنا تقع. ها؟ هنا تقع محمية برع. صح. يلا في الحديدة. في الحديدة. إجابة صحيحة. هو عرف السؤال وجاوب كمان، بس أنا بالعادة ما أسمحش إنه الواحد يدق وقت السؤال. هذا مرة مشينا. وادي البركاني هو وادي في تعز اشتهر بزراعة البطاط. لا مش البطاط. المانجو. النقطة مباشرة كمان تروح لمنير، وألف مبروك عليك يا منير، ربحت معنا 100 دولار، وإحنا ربحنا إن إحنا نتعرف على أحمد ويشارك معنا لأول مرة. أهلا وسهلا فيكم. إذن ألف مبروك للمتصلين 15 اللي فازوا معنا هذه الليلة، وألف مبروك أيضا للثلاثة الشباب في الاستوديو اللي ربحوا معنا، وأيضا للي شاركوا في السوشيال ميديا الثلاثة ألف مبروك لهم. كمان أحب أذكر أنه معنا بعد ما تنزل الحلقة بعد شوية بتنزل في اليوتيوب، وأيضا السؤال بينزل في الإنستغرام، شاركوا فيها عشان تطلع أساميكم، تطلعوا أنتم فائزين في الحلقة بكرة، تطلع أساميكم إن شاء الله. إن شاء الله وصلت الفكرة. يلا على أمل اللقاء بكم غدا، كونوا بخير. إلى اللقاء.